الناظر علي بن يمي اللهيبي. 500 متر الأخيرة، الشرود، شردت الشرود، المجازف المجازف المجازف، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم هذه النجومية، يقدم هذا الأداء الكبير والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذا التواجد والأداء الكبير. هذه الشرود وصلت هملولة، هملولة قادمة، ولكن الشرود، الشرود على المركز الأول، هملولة على المركزين الثاني والثالث. تهانينا لهجن العاصفة أو لهجن الرياسة عفوا، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. شردت الشرود هنا بهذا الشوط أول أشواط الفترة الصباحية التي رحلت للمساء. تهانينا، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني والثالث هملولة، وهملولة من هجن الرياسة. ظنون تأتي بالمركز الرابع، وأيضا هنا محبة بالمركز الخامس. تهانينا. على مسافتنا المتبقية 500 متر النهائية. الله 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 الله، أوتار ومرموقة، أوتار ومرموقة، أوتار ومرموقة. غياث الهلالي هو المتابع لهذا الاسمين، المركز الثالث في. يلا يا أبو فاران، إنك تعرف الرموز وتعرف النواميس مع المركز الثالث في هذه اللحظات. تحركات من الشاهينية، تحركات في الأمتار المطلوبة، الشاهينية القادمة لهجن الرياسة. وهنالك أحمد بن مايد الخيل المتابع، ولكن أوتار، أوتار الشوط باسم هذه الأسماء المنطلقة، أوتار ومرموقة والشاهينية. ولكن أوتار، اعزف اعزف اعزف، تفنن وغرد يا غيات الهلالي. هنيئا للعاصفة وهجنها وكافة من يتابع هذا الاسم. هذه لحظات الوصول، هنالك أوتار، أوتار، أوتار مركز الأول، مرموقة المركز الثاني، الشاهينية المركز الثالث، مع رابع المركز الرابع. ولكن دير بالك، المجازف المجازف، وصل بن زيتون، وصل بن زيتون مع انطلاق حشيم من هجن الرياسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا حشيم، ولكن غياث الهلالي، العاصفة والرياسة، الرياسة والعاصفة لمن الناموس. الأمتار الأخيرة والعاصفة، العاصفة على المركز الأول، هجن العاصفة، إمبراطورية العاصفة، مهوب مهوب حشيم. الأمتار الأخيرة، الرياسة والعاصفة، ولكن العاصفة، يا سلام يا سلام، سلام للعاصفة، سلام وسلام لغيات الهلالي على فوز مهوب بالمركز الأول. المركز الثاني حشيم من هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الثالث وصل. يتسلل في هذه اللحظات نشان من هجرة الحانية، أيضا بقيادة سالم بفران المري وبراك، براك براك براك، سمو شيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي مع راشد بن نايع بشاوي الأغصلي، ومن الجانب الآخر هناك أيضا الله العاصفة، العاصفة، العاصفة تتسلل في هذه اللحظات. براك وهجر العاصفة، هجر العاصفة، هناك مع صداد، صداد وبراك، صداد وبراك، الله الله التحديات. صداد هنا على المقدمة، صداد على المقدمة على المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. براك في المركز الثاني، ثم شيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، راشد بن نايع الشاوي لغفلي، ولكن هنا صداد، 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 سلام للعاصفة على هذا الأداء المميز الجميل. شكرا غياث الهلالي المركز الثاني، وصل براك ثم شيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي المركز الثالث أملول من هجن هناك الرئاسة وصل. بدأت تنافس، بدأت تحرك الشاهينية، هجن العاصفة، الشاهينية من هجن العاصفة تتقدم على المركز الأول. غياث الهلالي يقودها في التضمير. المركز الثاني الحذرة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن اللي انطلقت، انطلقت بالمركز الأول خلاص شاهينية العاصفة اندفعت بناموس هذا الشوط، انطلقت بهذا الأداء الجميل. تهانينا
لهجن العاصفة، وتهانينا لغياث الهلالي على هذا الفوز وفوز الشاهينية بالمركز الأول بالانطلاق الأول في هذا التحدي. تهانينا لهجن العاصفة على فوز الشاهينية ولحظات وصولها إلى خط النهائي. شكرا غياث الهلالي على هذا الفوز وهذا الانطلاق. هذه لحظات وصول الشاهينية إلى خط النهائي. المركز الثاني الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز علي بن ميل الوهيبي، لكن هجر العاصفة، هجر العاصفة و500 متر الأخيرة الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن السيارة، الفاصلة عن هذه النقطة الثمينة من هذا المهرجان الكبير، مهرجان الوثبة، ختام الوثبة، وحربة حربة لهجر العاصفة بقيادة غياث الهلالي. تحركت غادة، تحركت غادة لهدن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، وهجر العاصفة بقيادة حربة مع غياث الهلالي. تحركت غادة، تحركت غادة، هجر العاصفة، هدنا الرئاسة بمنافسة جادة بالأمتار الأخيرة، 100 متر الأخيرة. سلام للعاصفة، سلام، سلام لغياث الهلالي. لكن غادة، لكن غادة، شوف الدخول، شوف التسلل في اللحظات الأخيرة من هدنا الرئاسة بقيادة غادة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. أو هناك حربة لهدنا العاصفة مع غياث الهلالي. إذا أترك المركزين الأول والثاني مع عرقة التحكيم. إذا المركز مكتوب مسري بسالم بالعرض الحميري، ولكن الله ريسنج ايضا يقترب للعاصفه، للعاصفه هناك ايضا مع رابع المراكز، ولكن جبر 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 يغادر، جبر يغادر بهذا الناموس، بهذا الانتصار. الله المشاغب، الله على هذا الاداء والانطلاق الممتاز. مشكور يا الحوت هنا، هنا مع هذا الاداء وانطلاقه جبر هنا بهذا الناموس الشحاني، بعنطلاق علاقة جبر لهجن الشحانية يظفر بناموس هذا الشوط بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هنا هجن الشحانية تتواجد في هذا المساء بانطلاقات مميزة وأداء ممتاز. مشكور يا المشاغب على هذا الأداء، تهانينا ونبوز لهجن الشحانية على فوز جبر بالمركز الأول والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز النادر خالد بن عبد الله العطية، ولكن عودتنا، عودتنا الى ليث، ليث على الصدارة، ليث على المقدمة، ليث على المركز الاول. يتقدم ايضا ويتحرك بالامال بالطموحات الكبيرة. اذا هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري ينطلق، ينطلق نحو الفوز، ينطلق نحو الانتصار، ينطلق هنا نحو السيارة والفوز الجميل. اذا ليث هو بطل لهذا الشوط، ليث هو المنتصر، هو المتقدم. المركز الثاني مع انطلاقتي وتحديات سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة محمد سعيد بن مرشد، ولكن اللحظات الأخيرة تهانينا، تهانينا والناموس إلى ملك ليت، هجن الشحانية والثانية إلى سالم بن فاران المري من قدم لنا ليث نحو الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مرشد. المركز الثالث زكريت وصل في اللحظات الأخيرة تابع هذا المسار. أول انطلاق، عزايم عزايم القدير من يرافق الشعاري، والانطلاق سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن دير البال، دير البال القدير وصل بوسعيد، وصلت مشاهدين الكرام هنا وبرة، وبرة يا سلام لهجن الرئاسة مع المركز الثاني عيسى بن سعيد الخيلي مكرمة مع المركز الثالث. ولكن عزايم عزايم عزمت للناموس، عزمت مع الانتصار لهجن الرئاسة، هي من تعلن الوجود مع ناموس هذا الشوط. سلام الرئاسة، سلام، سلام القدير، سلام. سعد الله مساك يا ابو احمد من يتابعها في انطلاقها، مسيطرة عزايم مع الناموس. تهانينا والناموس لحظة الوصول مع المركز الاول والثاني لهجن الرئاسة، والثاني للقدير سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. وبر لهجن الرئاسة، الثانية العيسى بن سعيد الخيلي مع المركز.
مريبة وصلت أيضا. ظنون 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 ظنون، هذه هي ظنون، ما تخيب الظنون. الله يا سلام، هذه هي ظنون تنطلق بالمركز الأول، تنطلق بالصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن فعيل بن هايدي، أو هذا هو بن شرب، يقدمها عبد الله بن طالب بن شرب. مع ظنون مع ظنون، روح يا بن شرب، روح مع الناموس، روح مع السيارة. الله 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 الله، ظنون ظنون ظنون، بمنافسة قوية، بانطلاق قوي حتى الأمتار الأخيرة. هذه هي ظنون، هذه هي ظنون، تصل إلى أيضا المنصة الرئيسية في هذا الانطلاق الرائع والمثير. حيوها حيوها، تستاهل التحية، تستاهل التحية. ظنون 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. شكرا يا بن شريب عبد الله بن طالب بن شريب على هذا الفوز الانتصار. المركز الثاني ضمية لهجن العاصفة، ثالثا من هذا الشعار. هناك أيضا هذه الأسماء بقيادة، هناك أيضا على البداية فراع، فراع على المقدمة هلولة. الخمسمية متر الأخيرة جولة الأوامر، فراع وهملول، هملول وفراع، بدينا هناك أيضا، بدينا في جولة الأوامر النهائية. هجن الرياسة، هجن الرياسة هنا بانطلاقة هملول. الله يا الظافر، الله يا الظافر، بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي. فراع 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 فراع، هملول صامد، هملول صامد، فراع يحاول من الجانب الأيمن. بابا 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 بابا، فراع على البداية هلولة. سلام للعاصفة، سلام سلام للعاصفة، سلام سلام لغياث الهلالي، سلام لحظات وصوله وعبوره إلى خط نهاية. تهانينا تهانينا، والناموس هناك أيضا على هذا الفوز، فوز أيضا شعار هجن العاصفة وغياث الهلالي في محمد بن سعيد بن مروشود. من يقدم لنا في هذه الانطلاقة الجميلة؟ الله، كحلان ومشعل، كحلون ومشعول، كحلون ومشعل، مشعل مشعل مشعل، كحلون ومشعل، كحلون ومشعل. هجن زحبيل، هجن العاصفة، هجن زحبيل، هجن العاصفة، هجن الشحانية قادمة. الله 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 الله، كحلان مشعل، كحلان مشعل، اشعلون مكحل، اشعلون مكحلان. الله 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 الله، هو مشعل 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 مشعل، ينطلق إلى الفوز، إلى الناموس من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مرقد. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل. كحلان في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز تحركت الأسماء، تحركت الشعارات الأتية. المركز الثاني قوة وإثارة وإبداع. هملولة 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 الواصلة، الضبية 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 الضبية. مساء الخير، ما شاء الله، انطلقت انطلقت انطلقت. تهانينا لك يا أبو هزاع، تهانينا لك يا أبو هزاع، تهانينا على هذا الفوز المستحق. كفو يا أبو هزاع، كفو كفو يا أبو هزاع، كفو، أنت تستاهل، أنت تستاهل، أنت تستاهل. والهملولة قادمة، هملولة قادمة. الله الله الله، الضبية هملولة هملولة، الضبية هملولة، الضبية 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 الضبية. الناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وهملولة مع المركز الثاني، وهجن العاصفة على المركز الثالث. وصلت العاصفة، وصلت العاصفة، وصلت العاصفة هنا على ظهر ماذا؟ على ظهر اللي هي قادمة مشاهدين الأعزاء، هذه اللي هي التماس، ولكن عودة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. هجني زعبيل، هجني زعبيل، هجني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المتألق بن مراشد. راشد 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 أيضا يقدم هذه الانطلاقة، محاولات أيضا العزرة، ولكن هنا أيضا يأتي مع هذا
الاسم راشد بن محمد بن سعيد من مراشد. عادت العزرة عادت العزرة، ولكن هجني زعبيل هجني زعبيل هجني زعبيل. تهانينا تهانينا لهجني زعبيل، تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز. سلام يا المتألق سلام، تهانينا وناموس. المركز الثاني وصلت العزرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد سلطان هيان. المركز الثالث وصلت فيه ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي ابو الجمايل. الامتار الاخيرة الامتار المجنونة، الظافر الظافر حضر الظافر انطلق الظافر غير الظافر الى المركز الاول. ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا هذا الاسم؟ حملول 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 كما قدم شاهر صاحب الشداد الذهبي في مساء هذا اليوم. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمضمر علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين. سلام يا الرئاسة سلام، وسلام للظافر علي بن جميل الوهيبي. أسعد الله مساك يا أبو سعيد على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني نتابع كان التحديات. وصلت هملولة، وصلت الرئاسة العاصمة العاصمة الخمسمائة متر الأخيرة. خلاص ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل. العاصمة الرئاسة قياد الهلالي الظافر الظافر قادم مع هملولة وزاهي على المركز الأول، زاهي على الصدارة. العاصمة وهجنة قياد الهلالي يطير بناموس هذا الشوط. الرئاسة الرئاسة هملولة زاهية هملولة زاهية. قياد الهلالي أبو اليمايل أبو اليمايل مع أيضا هملولة تنطلق بالأمتار الأخيرة. زاهية زاهية هملولة زاهية هملولة. الرئاسة العاصفة قيادة الهلالي الظافر قيادة الهلالي يطير بناموس هذا الشوط مع زاهية مع زاهية تنطلق بالأمتار الأخيرة تنطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة ولملكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا قيادة الهلالي. المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة مع علي بن مي الوهيبي. ثالثا كان من يسيطر حتى هذه اللحظات على البداية، ولكن العاصفة شعار هجن العاصفة من حضرت على المركز الثاني. الله الله روح يا أبو حمد روح يا أبو حمد. هناك على البداية هلولة هذه الشاهينية. سلام 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 للجدير سلام. والنقطة الثانية في مساء هذا اليوم سلام لهجن الرئاسة سلام للمتابعين. والنقطة الثانية للجدير في أمسية الوثبة هنا سلام. هناك أيضا سهيل بن أحمد بن دل الفلاحي هذا هو الجدير يقود الشاهينية. وسلام للشعار الأحمر سلام لمؤسسة هجن الرئاسة سلام. هناك أيضا وتحية واحترام سلام وثباوي هناك أيضا لهذا الشعار. تهانينا تهانينا والناموس. المركز الثاني وصول وتقدم في هذه اللحظات. وصول أيضا من طيوف لهجن العاصمة. المركز الثالث